أهلا بكم مجددا. وعقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعا اليوم مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدنية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقد لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيدا لإعدادها وإطلاقها. كانت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عقدت عددا من جلسات الاستماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي تنطلق من رؤى وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها. عبر الهاتف المزيد من المتابعة عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. إذن نحن بصدد إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يعني آليات تنفيذها ماذا تتضمن يا فندم؟ خليني أقول لك في البداية أن ده إنجاز كبير في طريق الألف ميل، يعني وده بيعبر عن توافر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. المبدع في هذه الاستراتيجية أنها الاستراتيجية الأولى من نوعها في الدولة المصرية، هدفها الأساسي بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. بناءها الأساسي أن يكون لدينا رؤية ولدينا استراتيجية محددة المدة ومحددة الأهداف، وده في حد ذاته إبداع ونقلة نوعية كنا بنحلم ونتمنى إن احنا نقترب منها، لأنها لأول مرة تضمنت كل الحقوق بلا استثناء، الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والحقوق الثقافية. عددت الحقوق كلها، انطلقت طلقات وطنية خالصة. يعني البعض يتصور ان الاستراتيجيه بتبنى لمجرد وجود ضغوط من الاخر على الدوله المصريه. نعم. حقيقه الامر هي مبادره وطنيه مصريه خالصه، حتى اسمها الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. ومن مميزاتها المتعدده انها بتتضمن نتائج متعدده مستهدفه. بتتكلم عن الحقوق والحريات، خريطه طريق، بتتكلم عن التثقيف وبناء القدرات، بتتكلم عن خبرات متراكمه من اول الاحكام القضائيه، السوابق القضائيه اللي صدرت من المحكمه الدستوريه العليا، من المحكمه الاداريه العليا، من محكمه القضاء الاداري، من محكمه النقض الدستوري المصري، المواثيق الدوليه كلها اللي وقعت عليها الدوله المصريه، مكافحه الفساد. حضرتك بتتحدث عن الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان التي شاركت مصر في صياغتها. اللي شاركت مصر في صياغتها واللي وقعت عليها الدوله المصريه. احنا مصر من لحسن الحظ ان مصر شاركت في صياغه واعداد الميثاق العالمي لحقوق الانسان. مصر كانت من اوائل الدول اللي وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه، العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. مصر وقعت على عدد كبير من الاتفاقيات وصدقت عليها وضمنتها لاول مره في الدستور المصري. احنا عندنا الماده 93 في الدستور المصري، مقدمه الدستور المصري كلها بتؤكد على حفظ الدولة المصرية على حقوق الإنسان وعلى التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها الدولة المصرية. المفوضية كمان تضمنت الحق في الحياة والسلامة، لأنه اللي إحنا بنواجه الإرهاب، وفي مواجهة الإرهاب إحنا بنحافظ على على الحق في الحياة اللي هو مقدم على كل الحقوق، الحق في الحرية الشخصية. الاستراتيجية كمان حتى بعض المشاكل اللي احنا بنعاني منها في الوقت الراهن، زي النقد اللي موجه لمدد الحبس الاحتياطي، اتكلمت عن الحبس الاحتياطي، اتكلمت عن تعديلات تشريعيه يجب انها يتضمنها قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات المصري، بحيث ان احنا ندي للسلطه للنيابه العامه وللقضاء ما يمكنه من الحد من تمديد فترات الحبس الاحتياطي. اتكلم كمان عن عقوبه الاعدام والحد من عقوبه الاعدام. اتكلم كمان عن تعظيم عقوبه الغرامه، يعني العقوبات السالبه للحريه في اغلب دول العالم في الوقت الراهن يعني اصبحت جريمه هي الاخرى. فانت للحد منها بتتجه الاستراتيجيه لفرض غرامات كبيره مقابل البعد عن
البعد عن العقوبات صحيح. الحرية. اتكلم كمان عن التقادم، اي جريمه ترتكب يعني جرائم التعذيب، جرائم اساءه استخدام الحبس الاحتياطي، كل ده ان يدي الحق للمواطن اللي تعرض اليها انه يتعوض عنها تعويض مباشر بالادعاء المباشر والتعويض. نعم. كل ده انا متصور انه نقله نوعيه شديده. صحيح. اتكلم كمان عن الحلول الاقتصاديه والاجتماعيه كلها، من اول الحق في الصحه والحق في التعليم والعمل والضمان الاجتماعي والغذاء والمراه والطفل وزوجة الاحتياجات. انا اقدر اقول لك استراتيجيه متكامله. نعم. اذا نجحنا في تطبيق هذه الاستراتيجيه بالتنسيق بين المجتمع المدني وبين مؤسسات الدوله، انا اقدر اقول لك ان دي هتبقى اضافه كبيره جدا للانسانيه، ليس فقط للدوله المصريه او للمواطن المصري، لكن للانسانيه. صحيح. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ عصام شيحه رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.